كما أكد وزير السكن أنه لا يمكن الحديث عن المشاريع السكنية قبل الانطلاق فيها. ميكروفون معمر العروسي ثانية. ما نقدرش نتكلم على تسليم المشاريع واحنا ما طرقناش في المشاريع. إذن أولا تصفية المشاريع القديمة والتحضير، الآن رانا في انطلاق مع البرامج تاع 2018 من السكن الإيجاري ولا خاصة السكن الريفي. كما كذلك الولاية استفادت من برنامج السكن المدعم البيا بالحلة الجديدة والترصانة القانونية الجديدة، لهذا نشجعوا أن السلطات المحلية ويكون عندنا عمل توافقي بين الوزارة والولاية.